حاملين طماطم كان باصص لنا 12 يوم وما جاي يمشوننا. كل شيء في حكومة الميليشيات وارد إلا من نفع المواطن، فتأخير المواطنين بزحام الشوارع من أجل مرور موكب مسؤول وارد، واعتداء القوات الأمنية على المواطنين في السيطرات الحكومية وارد، والإتاوات التي تفرضها الميليشيات ليل نهار على سائقي نقل البضائع أمام أنظار الحكومة وارد، إلا محاسبة الفاسدين والمجرمين فذلك غير وارد. ازدواجية تتعامل بها حكومة الميليشيات مع العراقيين، فتسمح للمسؤولين بتضليل سياراتهم والمرور من نقاط التفتيش من دون رقابة على حساب شل حركة المرور للمواطنين، وسط تبادل الاتهامات بين المسؤولين بشأن سوء الإدارة الحكومية والتخطيط الذي انعكس سلبا على حياة العراقيين. ناشطون نددوا بالاعتداءات المتكررة ضد المواطنين في السيطرات الحكومية بعد حادثة اعتداء في وضح النهار ارتكبتها قوات الجيش الحكومي المتسلطة على المواطنين في نقطة تفتيش بمنطقة حمرين شرقي صلاح الدين على طبيبة وعائلتها، مؤكدين أن عناصر الأمن باتت تحتمي بمظلة سياسة الإفلات من العقاب التي تمارسها السلطات في العراق. ما هذا المتسيب قصنا وصل له مرور ولا هو كل شيء عم هذا والولد هاي الجور يا عمي. ميليشيات تبتز سائقي الشاحنات وناقلي البضائع في سيطراتها عند مداخل المدن بفرض إتاوات استنزفت أموالهم وسط صمت الحكومة وعجزها عن إيجاد حل أو محاسبة فاسد واحد فيها، مقابل تسهيلها حركة المجرمين والسلاح ونقل المخدرات بين المدن. انفلات وفوضى تعيشها السيطرات الحكومية والميليشياوية في البلاد وسط مناشدات من المواطنين لإنقاذهم من مافيات الفساد وتساؤلات حول دور القوات الأمنية التي يفترض أن تكون عوناً للمواطنين.